السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبد الصبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. على كل حال جينا لكم الآن كما وعدناكم قبل هذا الفيديو، قبل الفيديو اللي تكلمنا عليه على يوسف عطال وعلى جمال بلماضي، واش تكلم عليه يزيد وهيب في قناة البلاد مع كمال مهدي. وعدتكم أنه راح نتكلموا على كاين أربع لاعبين لسوء الحظ راح ينحيهم جمال بلماضي، وأربع لاعبين آخرين مستقدمين اللي راح يجيبهم جمال بلماضي، وإن شاء الله تكون المعلومات صحيحة. إحنا لما نتكلموا ماهوش قرآن، على كل حال منزل، نقدروا نصيبوا نقدروا نغلطوا، لكن 90% حتى 95% راح تكون هكذا والله أعلم. لكن راح نقول لكم هاد الربع لاعبين شكون اللي راح يتنحاو، وأربع لاعبين اللي راهو يعني أوتوماتيكمون يعاود يدخل أربعة واحد أخرين في التربص هذا الأخير اللي راح يكون اللي راح يكون هنا، اللي راح يلعبوا مقابله هنا ضد الصومال في تصفيات كاس العالم هذه. هناك اربع لاعبين راح يتنزعوا واربع لاعبين راح ينضافوا. احنا راح نذكروا اربع لاعبين اللي راح يتنزعوا وثلاث لاعبين اللي راح ينضافوا، الرابع الله اعلم من هو اللي راح ينضاف. لكن هناك مفاجات والله العظيم، هاد اللاعبين ما برزوش في المباراتين الاخيرتين اللي لعبهم جمال بلماضي، لذلك الحق ما تبتوش شخصيتهم فوق ارضيه الميدان. لذلك جمال بلماضي سمعنا وقلنا وراح نقولوا من هم هاد اللاعبين الاربعه. على كل حال هو هيثم الوصيف، واللاعب الاول هيثم الوصيف وادم زرقان وعبد القهار القادري وبدر الدين بوعناني، هادو هما الاربع لاعبين اللي راح ينحيهم جمال بلماضي من القائمه ديالو، لكن راح يعاود يستخدم اربعه اخرين. وهاد اللاعبين هادو ما تبتوش، على كل حال ما تبتوش رجليهم كما يقول لك، ما بينوش واش عندهم في الفريق الوطني. لكن لما نقول يستبعدهم ما نقولوش نحاهم كليا، نحاهم حتى وين يعاودوا يولوا الفورمه ديالهم في نواديهم، لانه جمال بلماضي حبينا ولا كرهنا ما راحش يحقرهم، ما يكونوا ملاح يعيط لهم على غرار من اللاعبين اللي نحاهم من الفريق الوطني وعاود استدعاهم، لانهم عاودوا سقموا روحهم في نواديهم. وهذه هي كره القدم، ما فيهاش الحنانه، فيها ليك واحد يكون خير من الاخر في ظل كم الهائل من اللاعبين اللي عنده جمال بلماضي حبينا ولا كرهنا، كم هائل من اللاعبين. ما نقولوش اعلى مستوى، لكن كاين بلدان اللي ما يسعوش هذا الكم الهائل من اللاعبين. احنا الحمد لله بعد الوقوف تاع جمال بلماضي ورجال الخفاء عيطوا لهاد اللاعبين واستدعاوهم وقنعوهم باش يلعبوا الفريق الوطني بدون اي شيء، بدون اي اموال، بدون اي شيء، وبدون اشهارات، وبدون شيء اخر. جاو قلبا على قنعهم وجاو بالقلب ديالهم لهاد الفريق الوطني الجزائري. لاعبين بزاف، جمال بلماضي حنايا الجزائريين نقولوا نعمه علينا هاد اللاعبين اللي عندنا في الفريق الوطني، وجمال بلماضي نعمه عليه ونقمه في نفس الوقت. على بالكم علاش نقمه؟ نقمه في اختيار لاعبين، لانه يخاف يغلط في لاعب، كباب مع لاعب ما بانش مليح في المقابلات اللي دارهم في الماضيه، لكن لما يروح لادغال افريقيا كباب هذاك اللاعب ينفجر. هذه اللي تخاف تغلط في اللاعبين، تغلط، لكن هذه هي لازم تبين باش تروح. كاين لاعب جدي، كاين لاعب للجمهور الجزائري كله راه يستنى فيه، وراهم يقولوا باللي 90% راح يكون في الفريق الوطني باذن الله الرحمن ان شاء الله. راح نقول لكم اللاعبين اللي راح يستدعيهم جمال بلماضي الاربعه، انا راح نقول ثلاثه منهم لانه الرابع الله اعلم شكون هو. انا سمعت على كل حال بثلاث لاعبين، وهو ادم والناس اللي عاد في ثلاث مباريات بعد اصابه طويله، في فريقه عاد لفريقه الحمد لله شفى من الاصابه ديالو. لعنه الاصابات اللي تجري مور هذا اللاعب، لانه يدخل في الشوط حبينا ولا كرهنا، ادم والناس يلعب قلبه حراره، يدخل في الشوط يدي اصابات، مسكين شحال هو مده طويله هو مصاب. لكن جمال بلماضي راح يستدعيه للتربص هذا الاخير ان شاء الله. حتى بن طالب هو ايضا راح يكون في تشكيله الفريق الوطني ان شاء الله، راح يكون معنا باذن الله في هذا التربص هذا.
الا وعسى كاش ما عاود بدل ولا، لكن 90% بن طالب راح يكون معنا في التربص. وبن طالب حبينا ولا كرهنا يلعب قلب ومخضرم كما يقولوا، عنده مده طويله ويلعب مع الفريق الوطني حتى وما يعيطلوش ما يزعبش، لما يعيطلو يلقاه بري واجد والبلد والفريق الوطني. والحمد لله يستاهل يكون في الفريق الوطني بن طالب. واللاعب الثالث، اللاعب الثالث اللي راه يبرز يوم بعد يوم، اللي انفجر انفجر وكل مباراة ويدي أحسن لاعب في مباراة اللي يلعبها في ناديه، وهو اللاعب اللي صارت ضجة كبيرة عليه. قال لك باللي بالماضي ما عيطلوش وما حوش عليه، لا بالماضي كان عيطلو، هو ما كانش مهيئ باش يلعب مع الفريق الوطني، هو ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي بإذن الله بإذن الله بإذن الله راح يكون معنا في التربص هذا إن شاء الله، في تصفيات كاس عالم ان شاء الله. ياسين ابراهيمي الا وعسى كما قلنا هذا ماشي قران منزل، الا وعسى عاود كسرات كاش حاجات ولا ما تفهموش. هي قال لك باللي جمال بالماضي وياسين ابراهيمي راهم متفقين 100% وراهم متفاهمين وما كان حتى مشاكل بيناتهم الحمد لله. ياسين ابراهيمي راح يكون ان شاء الله في الفريق الوطني الجزائري، وكما يقولوا ياسين ابراهيمي راح يمد اضافه كبيره وكبيره جدا حتى وما لعبش تيتولار. كما سمعنا ديجا تاويلات انه ياسين ابراهيمي قال انه لازم لما يجي الفريق الوطني يلعب كما يقول لك اساسي. انا ما شكيتش باللي ياسين ابراهيمي يهبط المستوى ديالو باش يقول المدرب انا نلعب اساسي ولا ما نجيش، لا ما شكيتهاش. ياسين ابراهيمي على بالي باللي دوك يجي الفريق الوطني في ضمن هذه النتائج اللي يعمل فيها وكل مباراه يسجل، حقينا لاعب مثل ياسين ابراهيمي حبينا ولا كرهنا. حتى ويلعب نصف ساعه ولا يدخل كجوكير او يدخل، مانيش عارف انا كيفاش يدخل جمال بالماضي، لانه في الكوتي ديالو كاين لاعبين تاندو مستوى كبير وشباب على كل حال، وشباب كاين لاعبين عموره على غرار عموره، كاين لاعبين اللي يلعبوا في الجهه اللي يلعب فيها ياسين ابراهيمي، لكن جمال بالماضي ما راحش يفرط في هذا اللاعب اللي راهو داير حاله في الدوري ديالو اللي راهو يلعب فيه. احنا واش نتمناو الخير لهذا الفريق الوطني، وما نبقاوش نطيحوا على الفريق الوطني، لانه لما تقول فريق وطني قول العالم الجزائري، قول دولة جزائرية، قول كل شيء، لأنه لو بقينا ننتقدوا في الفريق في ظل هذا الوقت، حبيت نقول في هذا الوقت اللي عندنا تصفيات كأس عالم وتصفيات ومنافسة كأس إفريقيا في كوت ديفوار اللي بقاو لها أشهر قليلة، اللي راح تكون في كوت ديفوار راح تكون صعبة وصعبة جدا في أدغال إفريقيا. ما تنساوش الحراره والحراره الشديده. سيد دخلت لاميتيو تاع افريقيا تاع كوت ديفوار عندهم رطوبه عاليه وحراره عاليه. ان شاء الله احنا الفريق الوطني ما نقولولوش لازم تجيب لنا الكاس لهذه الخطره، ان شاء الله احنا نقولوا له روح ابعد ما قدرت، وإلى لحقت الله فينا هذيك حاجه واحده اخرى باذن الله. لما لا، احنا هاد اللاعبين اللي قلنا عليهم راح ينزحهم جمال بالماضي على بالي ما راحش يتعطروا ولا، لانه مازالهم شبان ومازال عندهم كما يقول لك مشوار في حياتهم، يقدر يعاود يعيط لهم لما يسكنوا روحهم في نواديهم. هيثم نصيف وادم زرقان وعبد القهار قادري وبدر الدين بوعناني، هاد الاربعه اللي راهم يتكلموا عليهم كثير، وسمعنا باللي راح ينحيهم من التربص هذايا اللي راهو جاي، وراح يستدعي بن طالب وادم والناس وياسين ابراهيمي الايقونه انا نسميه والمخضرم واللاعب ان شاء الله اللي راح يعمل فارق في هذا الفريق الوطني باذن الله. احنا ما تبقى علينا غير نقول لكم ان شاء الله هذه الاخبار ما تحاسبوناش عليها 100%، احنا جاتنا كما يقول لك اخبار باللي جمال بالماضي راح ينزع وراح يدخل اربعه، انا اللي راح ينزعهم هادو هما ان شاء الله، ثم ما نكونوش غلطنا وغلطنا جمهورنا الكريم، هذا ماهوش قران كريم. على كل حال احنا اعطيناكم وش كاين، وما قلناش اربع لاعبين اللي راح يجيبهم، قلنا غير على ثلاثه، لانه الرابع والله ما عرفناش شكون وما على بالناش شكون، ما لحقت حتى اخبار، ما كان حتى اخبار على الرابع هذا اللي راح يكون. احنا باذن الله احنا كل شيء لصالح الفريق الوطني، احنا ماذا بينا الفريق الوطني هذا يزدهر
وخلوه يخدم وخلوه كوت جمال بالماضي يخدم، لأنه فرحة الفريق الوطني ليس مركبة على شخص، مركبة على شعب جزائري كله. كنا نفرحوا، كنا نخرجوا، كنا نعيطوا، كنا ونزيدوا نطلعوا مستوانا بإذن الله، والعالم الجزائري والرأي الجزائري إن شاء الله تطلع فوق في إفريقيا بإذن الله بإذن الله. قلكم شاركوا قناة عبد السبور، فعلوا الجرس. سلام.